يصدر معرض الرياض للفضاء الذي تحتضنه واحة الملك سلمان للعلوم رحلة تعليمية ممتعة تشبع الفضول للتعرف على أسرار الفضاء عبر التاريخ، وتحول الخيال العلمي إلى واقع ملموس في بيئة تفاعلية عبر 8 محطات. تجربة الزائر تتكون من 8 مناطق، كل منطقة تحكي عن تجربة مختلفة. عندنا التجارب التعليمية من خلال المعرض المتحرك، ويحتوي على محتويات تم تجميعها من مناطق مختلفة تحاكي علم الفضاء ورواد الفضاء، وتجربة ترفيهية من خلال أجهزة رواد الفضاء بانعدام الجاذبية، وتجربة تفاعلية من ناحية الأجهزة المحاكات التفاعلية. معرض رياض للفضاء تجربة فريدة ومنصة علمية تجمع المهتمين في المجال، وتسعى لخلق فرص تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. المعرض يقام بتنظيم من الهيئة الملكية لمدينة الرياض بشراكة واحة الملك سلمان للعلوم ووزارة التعليم والهيئة السعودية للفضاء، وأيضا مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تحت شعار الإنسان والفضاء. وإن شاء الله المعرض سيستمر إلى 20 فبراير 2023.